تقضيه وحياه والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الاجره. ان الله مع الصابرين اذا صبروا. هي الدنيا هتطير؟ مستعجل ليه؟ في العجله الندامه. انت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش ازاي؟ انت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي ادي جنيه اهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش ساب. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش ساب. لا تعريف. خد اهو. ادي تعريفي وادي تعريفي وادي ادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت عاجنها؟ ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك. كان حش وسطك. انت واحد. يا اخي. انت واحد. انت واحد. طنطة واحد. طنطة واحد. منك لله يابا. طلعتني من الكتاب. كان زماني بعرف افك الخط. طنطة واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ طنطة واحد. ايه واحد. اتنين ناس راحت. قول يا حضرتك ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد ده؟ المنصورة اتنين. صوفيا. صوفيا القشطة. طمر هندي الشفة. صوفيا. صوفيا طمر هندي الشفة. اشرب. اديني واحد من ده وحياة ابوه. صوفيا. ايه؟ صوفيا. صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص. ما هو يطلع زي ما يطلع. سونيا جميلة جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ واحنا فاتحين سبيل. طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان دي اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي. ده في المعصرة. واروح ال ال المسهره دي اروحها ازاي؟ يا اخي اطلع من نفوخ انا مش فاضيلك. اول مره تنزل مصر. ايه؟ اول مره تنزل مصر. ايوه انا اول مره انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه صحيحكم مشكور. ما انجلكش في حاجه وحشه وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انقهرت عليه. هي اللي كانت فضلاني من الدنيا. لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفه شيء. كانت حطاني في نم عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف. خد استقرا لي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ده امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم. من غيره العماره ما تتبنيش. هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك ده هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المعصاره. نزلني فين؟ المسعره. تنزل المسعره. ايوه المعصاره. ايوه. تسال اي واحد يقابلك وتديله الورقه دي هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالد. تشكر قوي يا حضرتك. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين اني سالتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخينا. مع السلامه يا بلدي. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي مش تدفع ثمن السوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرتك الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريفه؟
دي الكوبايه تبان 10 ساغ. 10 ساغ ليه؟ شويه الماء البيضاء دول ب 10 ساغ؟ اه خد ايه ثلاثه تعريف اهم. حلو قوي كده، كويس متحش وسطك، محدش يسمع اكتر من ثلاثه تعريف. امر لله. انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه؟ باب ايه؟ ده كان لسه على طرطوفة لساني دلوقتي. باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ باب الوزير. هما الوزراء بقى ليهم ابواب؟ امال باب ايه بس؟ باب ايه يا هو باب حاجه ما تتاكلش. تتشرب ولا بتشرب؟ امال باب ايه؟ باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك. باب زويله، باب البحر، باب اللوق. ايوه ايوه هي باب اللوق دي. عليك نور. طب يا اخي قول كده من الصبح. وانا كنت عارف ولا قلتش؟ اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده. لا انا هستنى واحد فاضي بقى. بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل. يلا يا اخينا الشعبك، يلا يلا بينا. امري لله. يلا بينا. ايه رايح فين؟ رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ حوش حوش. هنداوي هنداوي انت هنداوي. ايه في ايه؟ قوم افتح الباب يا راجل بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ده بابنا يا راجل. يا ولي الام يا ولي، مين اللي حاجينا ساعه زي دي؟ الام قوم يا راجل افتح دهدي. طيب طيب انكتمي باي. مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين بشحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي. مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بركه انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعال يا راجل هناك تعالي. ايه ده؟ فر فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يلا في الزقوق، قوم من هنا، انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيت. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال، ده اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي مش انا امي ماتت يا خال. ايه؟ ايوه بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش تعيش يا مرات خالي، ما قلتش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعت لي؟ ما انا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. ده انا بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا جماعه ما يصحش قوم تعالى معايا هناك. ده انت عليك تحكمات. فاطمه ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا ودي وقعت. اهدي احنا ناقصين. ايه ما يصحش. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خالي، من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السونيه. سونيه؟ ايوه بتاع بيضه كده. هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش، استهدى بالله، بكره تنسى. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا الصحة تهد جبال. انت فاكر نفسك مين؟ قوم جامد قيمتك. قوم. معلش يا راس العاد، معلش الواد جديد لسه. مولة الناس يا بوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك، مطول على الاخر. لا طول بالك صغلك. طول بالك يا ريس، احنا اللي عجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم. قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. اهياني 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 اهياني
أهياني أه أهياني أهياني أه أهياني أهياني ياني ياني أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا إيه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله؟ المزجت حسب الله إيه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. أهو أنت، مش كفاية جاي تاكل معانا أكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتوقع لنا كمان. يا ولية يا حبيبي يا ولية. اسكت أنت، أنا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا أخويا، جايب لنا شحط يشاركنا في الأوضة. إيه؟ إيه يا راجل؟ أنت ما صدقت. حلو، هو صحيح، هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، أنا فهمت أنت عايز إيه. قوم يا خالكك حش وسطك أنت راخ، قوم يا راغب. ما تشد حيلك ومال يا حسن. شد على الله يا خالي، بس القصعة دي تقيلة قوي، ما عندكوش حاجة شيلها خف من المسلح دي؟ عشر يا امال، بلوزي بلوزي. حلوة يا خالي، حلوة منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه؟ اعمل لك هم وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يان شيل يان. هات يا خال. ايوه شيل. ها شيل يان يان شيل. ايه يا ولدي خمة فنك. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المورة طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح، تخليه زي البغل، بدل ما عامز الحمار كده، ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل على النوت تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي. وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. كبدا في تنيتك وانت زي البغل كده، كتحس وسطك. بقول لك ايه يا حسن؟ ايه يا خال؟ انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكم شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو ونزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع حزم هات الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي، حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال حاضر، ما تزعلش، هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافية. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوة ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس، هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كتمل على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك لوحد الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عتب. حاضر يا خال. حاضر. دي العيشه تعرف يا اخي. انت يا
تلفش بالك. هو بنقلب على نيات وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شيء محسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا عشان محسن قال لي لا. انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ابو خالد. لا اسمه شاي محسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ هات يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ انا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. انا بقول اخد العيال معايا عشان انا خايف عليهم. لا انا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. اوعى بقى. اديني شاي ام حسن الله لا يسيئك. شاي ايه؟ ام حسن. يا ابني مفيش حاجه اسمها شاي ام حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورقه تواليت. ورقه تلاويت؟ ايوه. بيعملوا بيه ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. مين؟ افتح يا خالد. ايه؟ هو الحي يرجع؟ افتح يا خالد. ما تردش عليه. اهو شام محسن اهو. مش دي شام محسن. الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شام محسن؟ هو شام محسن ام حسن عليها ايه؟ طب فزه وبتخمد. انا مش هتخم. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا اتخمد. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شام محسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. انا عايز افهم ايه الحكايه بالتمام. استأذن انا بقى. سلام عليكم. مع السلامة يا خالد. تعالى ما فهمت. هتفهم.